السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: اوعى يجيلك أنيميا اليومين دول بالذات. ده تحذير أحذره لحضراتكم حفاظا على الصحة العامة، وخصوصا في الظروف الحالية. دلوقتي لما يكون عند حضرتك أنيميا، إيه اللي هيحصل لك؟ معنى إن أنت عندك أنيميا أو فقر دم إن مفيش هيموجلوبين. معنى إن مفيش هيموجلوبين إن مفيش كرات دم حمراء. طب وإيه يعني؟ مش عايزين كرات دم حمراء؟ لا، أنت تعرف وظائف كرات الدم الحمراء إيه؟ كرات الدم الحمراء هي التي تحمل الأكسجين والمواد الغذائية لكافة أنحاء الجسم، وبناء عليه لو مفيش كرات دم حمراء أو لو مفيش هيموجلوبين، لا في أكسجين هيوصل ولا في مواد غذائية هتوصل. لما مفيش أكسجين هيوصل هيحصل لك حاجة اسمها هايبوكسيا، عدم وصول الأكسجين وقلة في معدلات الأكسجين في الجسم، هتلاقي اختناق، هتلاقي دوخة، هتلاقي زغللة، ممكن هبوط في الضغط، ممكن إغماء، وده بيحصل كتير في الوقت الحالي. طيب لما كرات الدم الحمراء تقل والأكسجين يقل والمواد الغذائية تقل للوصول لكافة أنحاء الجسم، تبعا لذلك المناعة بتاعة الجسم هتسقط، المناعة هتسقط، وبناء عليه الجسم سيكون معرض لكافة الأمراض، خصوصا في الوقت الحالي. انا عايز جسمي يكون مناعته قويه، معدلات الاكسجين تكون عاليه جدا، ولذلك انا اوفر لحضراتكم منتجا رائعا فريدا. هو المنتج الاول على مستوى مصر والعرب والشرق الاوسط، بل وله ترتيب عالمي في رفع معدلات الاكسجين والعلاج من الانيميا. خلال شهر واحد ممكن يزيد الهيموجلوبين بتاع حضرتك 4 شرط، يعني انت مثلا لو 8 ممكن يخلوه لك 12 في خلال شهر. ليه؟ لان هذا الحديد محمل على احماض امينية، هو المنتج الوحيد على مستوى مصر والعرب والعالم الفوليكيليتد، محمل تحميل كامل على احماض امينية. هناك منتجات محملة على أحماض أمينية لكن هاف كيليتد، لكن النهاردة المنتج بتاعي ده فولي كيليتد، محمل بالكامل على أحماض أمينية، أمينو أسيد كيليتد مينرالز. هل بس كده؟ لا، النهاردة هتندهشوا من كم المعلومات في هذه الحلقة. ليه؟ الناس بتعتقد لما واحد بيجي له أنيميا يروح ياخد حديد. معظم الحديد اللي موجود في سوق الدواء لاير ايرن، يعني حديد كاذب. بتاخد الحديد من هنا، تخش الحمام تلاقي البراز كله اسود، معنى كده ان الحديد لم يمتص. ما هو الحديد مش عنصر متفرد لوحده هيخش يعالج الانيميا، لا، ده المنتج بتاعي النهارده مكون من 16 منتج هام وضروري لعلاج الأنيميا. 16 عنصر، 16 معدن وفيتامين ضروريين جدا لتكوين الهيم وكرات الدم الحمراء. كذلك الناس اللي يقول لك كل خضروات، كل سبانخ، معظم الخضروات مختلطة بالأكزالات، والأكزالات تمنع امتصاص الحديد، يعني نزلت في البراز. طب الحل ايه؟ الحل ان انا احمل الحديد على أحماض أمينية، والأحماض الأمينية تعمل كترانسبورتر، ككارير، كماسنجر، يحمل الحديد ويضمن امتصاصه وتوصيله للدم بكامل التركيز دون نقصان. النهاردة هتندهشوا من كم المعلومات اللي أول مرة تسمعوها وبعدها تاني. طب أين المنتج؟ المنتج سأذكره لحضراتكم
بعد شرح مكوناته. ادي المنتج اهو، المنتج كاسم كده قبل ما اعرضه كعبوة، فرا فيرو 27. في ناس بتقول فرافيرو. طيب سر التسمية ايه؟ فرا من فارماسيوتيكالز، فارماسيوتيكالز يعني دوائي، فيرو من فرس، فرس اللي هو الحديد، 27 لان موجود فيه 27 ملي جرام حديد. طب اشمعنى 27؟ ليه 27؟ ما تخليهم 60، ما تخليهم 100. لا، المكونات والتركيزات داخل المنتج طبقا لرضا. كلمة رضا حلوة يا عم، انت هتتدروش علينا. لا، رضا ده اختصار ثلاث حروف، R D A، R D A، Recommended Daily Allowance، Recommended Daily Allowance. ودي الاحتياجات اللي بيحتاجها أكثر إنسان. مين أكثر إنسان محتاج؟ السيدة الحامل، هي حامل ومعاها جنين، والجنين بياخد احتياجاته، فهي أكثر إنسان محتاج حديد ومحتاج مكونات غذائية، لذلك الحديد حطيناه بتركيز 27. كذلك الزنك بتركيز 11 ملي جرام. موجود 16 مكون مدهش، واحدة واحدة. 16 اكتيف انجريدينت. اول حاجه الحديد، الايرن، ده المين كومبوننت اوف هيموجلوبين. وكلمه هيموجلوبين تنقسم الى شقين، هيم وجلوبين، وسناتي لها في الخطوات التاليه. يبقى رقم واحد في المكونات الحديد، فرس في صوره فرس بوزيتيف 2، ده رقم واحد. رقم اثنين الكبر، اللي هو مسؤول التحويل. الكبر لازم اوفر نحاس. غريبه، ده راجل عنده انيميا. ما طبعا ده في نوع من انواع الانيميا اسمه ايه؟ كبر ديفيشنسي انيميا. كبر ديفيشنسي انيميا يعني لو ما وفرتش النحاس الحديد لا يمتص، لو ما وفرتش النحاس السايكل بتاعه الحديد لا تكمل. ليه؟ لان الحديد النحاس اكتيفيت سيروبلازمين. ايه السيروبلازمين ده؟ ده انزيم بيحول الفرس لفري، الاف اي بوزيتيف 2 لاف اي بوزيتيف 3. لذلك الحقن بتاعه الكوزموفير والساكروفير، حقن الحديد دي، بتلاقي الحديد فيها في صوره ايه؟ في صوره فري. فده الكبر شغال على انزيم سيروبلازمين، الانزيم ده بيحول الفرس لفرك. تمام، ادي تاني مكون حلو قوي. تالت مكون ورابع مكون اللي هو ايه؟ فيتامين بي 2 وفيتامين بي 3. فيتامين بي 2 اللي هو الريبوفلافين، وفيتامين بي 3 اللي هو النياسين. دول مسؤولي الامتصاص، دول بيخشوا كده مسؤولين عن امتصاص الحديد. بيعمل ايه؟ Enhance absorption of iron، بيعلي جدا امتصاص الحديد. دول ثالث ورابع مسؤول، اللي هم مسؤولي الامتصاص. نخش على اللي بعد، رقم خمسة. جبت انا الحديد وامتصيته، عايز بقى اعمل له تخزين، احطه في المخازن، اعمل له storage. يبقى مين مسؤول التخزين؟ المولبيدينم. مولبيدينم، لان المولبيدينم اكتيفيت زنسين اوكسيديز، اكتيفيت زنسين اوكسيديز فور بيتر ستورج اوف اير. يقوم المولبيدينم يخزن الحديد. طب لو المولبيدينم مش موجود يحصل لك حاجه اسمها انيميا، مولبيدينم ديفيشنسي انيميا، مولبيدينم ديفيشنسي انيميا. يعني لو عندك نقص في المولبيدينم هيحصل لك انيميا، حتى لو عندك حديد وحتى لو عندك نحاس. اللي بعده رقم ستة، مسؤول تكوين الهيم. مسؤول تكوين الهيم، عارفين مين مسؤول تكوين الهيم؟ عنصر هيدهشكم، الزنك. الزنك هو مسؤول تكوين الهيم، لان هو بيعمل ايه؟ اكتيفيت
الانين ديهايدراتيز، بيعمل اكتيفيشن للالانين ديهايدراتيز، وده انزيم. انزيم بيعمل ايه؟ بياخد الحديد اهو وبيضيف عليه ماده اسمها بورفيرين. حديد وبورفيرين يدينا هيم. مين اللي لازم يكون موجود؟ الزنك. ولو الزنك ناقص يحصل لك زنك ديفيشنسي انيميا، حتى لو في حديد وحتى لو في نحاس، يبقى لازم وجود عنصر الزنك اللي بيساهم في رفع المناعه. عرفته ليه الزنك بيرفع المناعه؟ عرفته ليه الزنك بيعمل معظم الانزيمات اللي في الجسم؟ عرفته ليه الزنك هام للبشره؟ عرفته ليه الزنك هام للشعر؟ ده رقم 6. نيجي بعد كده لرقم 7 و8 و9. دولت 7 و8 و9 فيتامين بي 6 اللي هو البايريدوكسين، فيتامين بي 9 اللي هو الفوليك اسيد، فيتامين بي 12 اللي هو السيانوكوبالامين. بيعملوا ايه دول؟ دول بيعملوا الار بي سيز ماتيوريشن. دول بيحضنوا الار بي سيز عشان يعملوا لها نضج، يكبروها، وبيعملوا الهيموجلوبين فورميشن. الثلاثه دول بيعملوا الار بي سيز ماتيوريشن والهيموجلوبين فورميشن. ايه الهيموجلوبين فورميشن؟ دول عناصر تكوين الهيموجلوبين. احنا قبل كده قلنا عناصر تكوين الهيم، الهيم اللي هو حديد وبورفيرين. النهارده بقى الهيموجلوبين فورميشن ده اللي هو ايه؟ هيم وجلوبين. هيم وجلوبين. لا يتكون الهيم والجلوبين مع بعض غير في وجود فيتامين بي 6، فيتامين بي 9، فيتامين بي 12 اللي هو البايريدوكسين والفوليك اسيد والسيانوكوبالاماين. حلو؟ حلو قوي. نيجي بعد كده لعنصر الصبغه البيجمنتيشن. كرات الدم دي مش حمراء، انا عايز اصبغها احمر. هصبغها احمر بايه؟ بمسؤول الصبغه اللي هو فيتامين بي 5. فيتامين بي 5 اللي هو البانتوثينيك اسيد، احد مكونات فيتامين بي كومبلكس. بيجمنتيشن او بيجمنت فورميشن لازم مسؤول الصبغه يكون موجود عشان كرات الدم يبقى لونها احمر. كده وصلنا الرقم 10. رقم 11 مسؤول الطاقه. النهارده انت عشان تمشي تتحرك مش لازم تاكل، علشان العربيه تمشي مش لازم تمول بنزين او سولر، لازم يكون موجود طاقه. انت النهارده محتاج طاقه عشان تعمل السايكل دي كلها اللي بتكون كرات الدم الحمراء. ايه هو بقى مسؤول الطاقه؟ فيتامين بي 7 اللي هو البيوتين اللي هو بتاع الشعر والبشره. بيعمل ايه البيوتين؟ بيعمل الاي تي بي برودكشن. بيعمل الاي تي بي برودكشن، بينتج الطاقه. الاي تي بي اللي هو ادينوزين ترايفوسفيت، وحدات الطاقه اللي الجسم محتاجها عشان يكون كرات الدم الحمراء. طب اللي بعده، نيجي بعد كده للي بعده، مسؤول تحفيز نخاع العظم. نخاع العظم في انيميا ناتجه عن عدم تحفيز نخاع العظم، في انيميا ناتجه عن مشكله في نخاع العظم. فانا النهارده محتاج مسؤول يحفز نخاع العظم اللي هو فيتامين بي 8، بي 8 اللي هو اينوسيتول. اينوسيتول اللي بيعمل بون مارو ستيميوليشن، بيحفز نخاع العظم لانتاج الار بي سيز. اللي بعده 13. 13 مسؤول زياده العدد. في حاجه مسؤوله عن زياده عدد الار بي سيز، بتزود عددها وبتعمل لها بروليفريشن، اللي هو ايه؟ فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين. بيزود الار بي سيز كاونت، بيزود البروليفريشن. رقم 14 و15 و16 مسؤول الحمايه والتخزين. مسؤول الحمايه والتامين. انا النهارده كونت كرات الدم الحمراء وفيها حديد، افرض عندك سيخ حديد او عندك مسامير، لو رميتها في البلكونه ما هي هتصدي. طب انا اعمل ايه؟
لازم اعمل حاجة تحميها من الصدى، تحميها من الاجسادة. في ناس على السطح كده وبتدهن السياخ بوهي او بتدهن السياخ برايمر. طيب انا هنا بقى هعمل ايه؟ انا هوفر مضادات اكسدة، فيتامين سي وفيتامين اي وبيتا كاروتين. بيتا كاروتين اللي هو البريكيرسر بتاع فيتامين اي، دولت بيعملوا انتي اوكسيدنت افكت تو بروتكت ار بي سيز فروم فري راديكلز. الحاجات دي بتحمي الار بي سيز والدم من الاكسدة اللي هي فيتامين سي وفيتامين اي والبيتا كاروتين. ال 16 مكون دول لازم يكونوا موجودين علشان تعالج الانيميا. انا النهارده لو عايز ابني جدار، هبني جدار كده اجيب طوب وابني جدار؟ لا، لازم يبقى عندي طوب، لازم يبقى عندي رمله، لازم يبقى عندي اسمنت، لازم يبقى عندي ميه، لازم يبقى عندي عمال، لازم اجيب اكل واكل العمال، يبقى معايا فلوس. كل المكونات دي لازم تبقى معايا علشان اكون جدار كامل. كذلك كرات الدم الحمراء وماده الهيم وماده الجلوبين وتكوينهم الاثنين مع بعض لازم بيحتاج مكونات، فلذلك لازم يكون عندي 16 مكون. لكن انا النهارده لو جبت الحديد لوحده هينزل في البراز. المنتج بتاعي المتميز على مستوى مصر والعرب والعالم، فرا فيرو 27، فرا من فارماسيوتيكال، فيرو من فرس، 27 من 27 ملي جرام. طب الجرعة ايه؟ لو انت اقل من 9، لو انت الهيموجلوبين بتاعك اقل من 9 هتاخد قرص مرتين يوميا لمدة شهرين. طب فوق 9 هتاخد جرعة وقائية، قرص واحد يوميا، قرص واحد يوميا هيقيك شر الانيميا، هيقيك شر قلة معدل الاكسجين والاصابة بالانيميا والاصابة بالاختناق والدوخة. الفرافيرو العلبة ب 64 جنيه 20 قرص، منتج رائع، لا تترك هذا المنتج على الاطلاق. وفي ظني الشخصي ان خلال اسبوع فقط لن يتوفر هذا المنتج في سوق الدواء المصري. منتج رائع، انتاج شركة ديفارت لاب، الصرح المصري الوطني العملاق، وبكل جدارة. دمتم رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدلية ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على كل المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.